منح من كل الألوان. بس أحمد كريم سلمان من العراق، أشكر قناة منح من كل الألوان على دعمهم المستمر. معكم مجد عماد داود، أنا قدمت على منحة من قناة منح من كل الألوان. أخوكم إبراهيم منصور حسن من اليمن، قدمت على قناة منح من كل الألوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة مهمة جدا. بسبب ما نتكلم عن المنحة دي حبوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل ألوان، هتلاقوا عليها منح وفرص عديدة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بنا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنحة اللي احنا بنقدمها على القناة وجميع خدماتنا اللي احنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي عبارة عن دراسة في جامعة هارفورد مجانا. يعني ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان جامعة هارفورد دي تعتبر من احسن وافضل الجامعات حول العالم، او تعتبر هي الجامعة الاولى على مستوى العالم، تمام؟ طبعا التصنيف كل سنة بيختلف، ولكن هي بتصنف يعني ترتيب اقوى 10 جامعات على مستوى العالم. وجامعة هارفورد دي يا جماعة يعني جامعة بتخرج منها ناس عمالقة جدا، سواء علماء، ممثلين، ناس كتيرة جدا اتخرجوا من الجامعة دي، والدراسة فيها يعني مش اي حد بينضم للجامعة دي. لكن انا النهاردة جبت لكم مقالة هنتكلم فيها عن الجامعة دي وازاي انت ممكن تدرس من بيتك في الجامعة دي مجانا بدون ما تدفع اي تكاليف خالص، وكمان هتاخد شهادة مجانية تمام بعد انهاء الدراسة دي. طيب خلينا نتكلم هنا عن الموضوع ده. بيقول لك مفتوح الآن دورات جامعة هارفارد المجانية عبر الإنترنت تمام للفصل الدراسي 2023، ومفتوحة لأي شخص من أي جزء من العالم، سواء أنت من دولة عربية، أفريقية، أسيوية، أوروبية، أي دولة بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة، ما فيش أي مشكلة خالص. طيب كمان لا محتاجة منك لأيلتس ولا تويفل ولا أي شيء. هنا عندنا وصف مختصر عن جامعة هارفورد، الدراسة بتكون دراسة عن بعد تمام، يعني عبر الانترنت. الجهة المانحة جامعة هارفورد الفئات المسموح ليها التقديم جميع الدول، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، بتقدر تقدم. مستوى الدراسة هي دورة دراسية او كورس تمام. التمويل الفرصة دي ممولة بالكامل. تفاصيل عنها زي ما احنا قلنا، لا توجد قيود على الجنسية او قيود على التخصصات. عندك متاح تخصصات علوم الكمبيوتر، العلوم الاجتماعية، علم البيانات تمام، العلوم الإنسانية، الأعمال، الصحة، الطب، الرياضيات، البرمجة، كل التخصصات اللي انت بتحلم بيها متاحة تبع الجامعة دي تمام. كمان عندك 100 دورة، يعني 100 دورة متاحة عبر الانترنت مجانا ممكن تقدم عليها، 100 كورس في جميع التخصصات. طيب الدورات المتاحة في جامعة هارفورد أونلاين هناك أكتر من 113 دورة مجانية و241 دورة مدفوعة. طبعا انت بتقدر تختار، المدفوع حتى بيكون ثمنه رخيص جدا، لكن المجاني عندنا اكتر من 113 كورس مجاني تمام. وضحنا التخصصات هنا وقلناها، علوم اجتماعيه، الصحه، التربيه، التعليم، كل حاجه متاحه. الفوائد بقى اللي انت بتاخدها، الكورس ده مدته يا جماعه ما بين اسبوعين حتى 12 اسبوع تمام، يعني انت معاك ما بين اسبوعين حتى 3 شهور لحد لما تخلص الكورس، وبالتالي انت كده مش هتنتظر بقى سنين او شهور طويله لحد لما تخلص الكورس، لا انت مجرد على طول يعني ما تبدا قدامك مثلا ماكسيمم على حسب الكورس اللي انت واخده 3 شهور وتكون اخذت الشهاده من الجامعه، ودي حاجه ممتازه جدا. كمان التعلم من المنزل، مش هتسافر ولا بقى قيود على السفر ولا اي حاجه من الحاجات دي، مفيش رسوم تسجيل، محتاج بس انت كل اللي محتاجه انترنت موجود في الجهاز بتاعك تمام. فالموضوع بسيط. هنا طبعا جروباتنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه فورا نزولها. كمان من المعايير الاهليه للتقديم، مفيش قيود على السن تمام، متاحه لجميع الاعمار، كل الاشخاص متاح ليهم التقديم. كمان عندك الدوله، مفيش قيود على الدول، كل الدول متاح ليها التقديم، مفيش قيود على طبعا يعني سواء انت بقى طالب او طالبه او كده، لا او شهاده اللغه مفيش قيود عليها. كيفيه التقديم، التقديم عندنا اول حاجه انك بتدخل للموقع الرسمي لجامعه هارفارد اللي هو الخاص بالكورسات، وبعدين بتضغط على الفرصه اللي انت محتاجها، وبتبدا بعد كده تقرا تفاصيلها، هل الكورس ده مناسب ليك ولا لا، وبعدين بتبدا تسجل وتبدا الدوره في الميعاد اللي هم هيحددوه تمام. هنا عندنا بعض الملاحظات، السوشيال لقناتنا قناه منح من كل الالوان او مؤسستنا بتوفر خدمات اضافيه، خدمه تقديم بشكل احترافي ليها فرصه منح انت عايزه، فرص مضمونه القبول المساعده للسفر الى هولندا، منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي، وخدمه تقديم على فرص العمل. ولو عايز خدمه الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان بتلاقي هنا تضغط على رابط خدماتنا الاضافيه
بيفتح معاك رابط كل الخدمات، تملى استمارة الخدمة اللي انت مهتم بيها، زي مثلا التقديم للمنح، عايز تقدم على الكورسات دي من خلال تضغط على التقديم للمنح، بتفتح معاك استمارة التقديم، تمام، وبتبدا انك تملا الاستماره، وخدمه العملاء بتوصل معاك من يوم الى 3 ايام، مترتب ليك كل شيء. طيب عشان بقى نروح نشوف تفاصيل فرصه وتقدم عليها، تضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك التفاصيل الخاصه بالفرصه. طبعا يا جماعه هنا انتوا بتنتظروا 15 ثانيه لحد لما يتم تجهيز الرابط، لان تجهيز الرابط بياخد وقت شويه، فبيتم تجهيزه في خلال 15 ثانيه، وبعدين بيتم توجيهك للاعلان الرسمي اللي فيه كل التفاصيل باللغه الانجليزيه زي ما انا قلتها، تمام. طيب هنا بقى فتح معانا هارفارد يونيفرسيتي، تمام، هتلاقي هنا بقى الكورسات. بص كده كاتب لك ايه، فري ده 12 اسبوع، ده اسبوع واحد، ده يبدا من دلوقتي، فري كله فري، مثلا ده 30 دولار، حتى المدفوع بيكون رخيص جدا، تمام، فري. بتقدر تشوف طبعا الكورسات الفري والكورسات اللي بتكون مدفوعه، وتقدر تختار الحاجه اللي انت مهتم بيها، تقدر تعمل سيرش بالكورس نفسه، تمام، سبجكت، يعني مثلا انا عايز في تخصص مثلا الساينس، اضغط على كلمه ساينس طلع لي الكورسات كلها الخاصه بالساينس. مثلا عايزه فري ولا عايزه بيد، عايز فري بيطلع لي كل الكورسات الفري، تمام. طيب عايزه تبع اي سكول، تبع البيزنس ولا تبع الحقوق ولا تبع ايه بالظبط، عايز المده، شوف بتقدر تحدد بكذا حاجه انت عايز الكورس ايه. بعد لما تحدد تضغط على الكورس ده، مثلا عايز الكورس ده على سبيل المثال، تضغط عليه امبروفينج يور بزنس ثرو كلتشر اوف هيلث، تمام، تضغط عليه بيطلع لك هنا بقى التفاصيل، الكورس بالانجليزي، تمام، كل حاجه بتلاقيها متاحه، مدته 9 اسابيع. خلي بالكم يا جماعه ان الشهاده متاحه للجميع، لكن لو انت عايز تاخد ختم على الشهاده، تمام، يعني تاخد الشهاده وعليها ختم، هي الشهاده ممكن تقدر تستلمها كده محطوط فيها اسمك كل التفاصيل بالمجان، بس لو انت عايز عليها ختم بتضيف عليها رسوم اضافيه بتدفعها، ورسوم مش غاليه، تمام. وهنا بتلاقي كل التفاصيل، بيشرح لك تفاصيل الكورس ايه. بعدين بتبدا بقى بعد لما بتتعرف على تفاصيل الكورس، بعدين انك تعمل ليرن مور، تمام، وبتبدا انك تدخل بعد كده لكيفيه التقديم للكورس نفسه، تمام كده. طيب فتقدر طبعا تشوف بقى الكورسات اللي انت مهتم بيها او الكورس اللي انت مهتم بيه، وتبدا تدرس الكورس ده، وتبدا تاخد بعد كده الشهاده. والشهاده يا جماعه حاجه جامده جدا، انت متخيل انك واخد كورس عن طريق هارفارد ومعاك شهاده، ممكن تاخد شهاده واثنين وثلاثه وتقدم على كورس واثنين وثلاثه بلا حدود، فده بيقوي اكتر من فرصتك سواء انت عايز تدرس في منحه دراسيه في امريكا، او سواء انت عايز تشتغل مثلا في مجال ما، كل ده بيساعدك اكتر وانت قدامك الفرصه بين ايدك، كل اللي انت محتاجه انترنت عندك في جهازك، وده متوفر عند الجميع يعني، وبالفعل انت بتشاهدني الان فاكيد عندك الانترنت، يعني كل اللي انت تعمله تدخل بعد كده على طول بعد مشاهده الفيديو ده تقدم على الكورس اللي انت حبه، وتاخد بعدها الشهاده بعد اتمام مده الكورس، تمام. فكده بوضحنا كل التفاصيل الخاصه بالفرصه دي، فرصه ممتازه جدا، ولو حابين تقدموا من خلالنا نقدم لكم على اي كورس من الكورسات المتاحه، ونساعدكم فيه ونرشدكم في التوجيه فيه وفي كل حاجه، برضو متاح من خلال خدماتنا الاضافيه اللي موجوده هنا، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.